هيدي بادرة ناجحة لأنه السيدات هن كتير مهمين، في لهم دور مميز وفعال في المجتمع الحلبي بالأخص، لأنه هن في عندهم موهبات، والموهبات من الأشغال اليدوية ومن التراث الحلبي والأرمني ومن الطبخ ومن المستلزمات الأكسسوارات يلي هن بيجمعوا وبعدين بيقدموا للسوق المحلي. فنحن كتير حبينا أنه نخلق هالمجال للسوق الخيري، لأنه بالنهاية هن بدهم يسندوا عيالهم وبدهم يسندوا الاقتصاد الوطني المحلي، وبالنهاية هيدي بده يصب للاقتصاد الوطني السوري. أنا بشتغل قبعات وبندات للبنات والنسواني، وبأوقات الفراغ يعني بعمل هالشغلات وبتساعد الأسرة يعني بمصروف البيت كمان، وبحب يعني هوايتي إنه أشتغل إنه هالشغلات. الأسعار مناسبة، نحن ما عندنا محل، حبينا نشارك البازار مشان نقدم شيء للعالم إنه يتشجعوا. في الأسعار، في بول، في رجل ثلج، هيك شيء لرأس السنة كمان. بازار أهم شيء، إنه الحمد لله الله أعطانا حياة عم نعيش وعم ننتج، بس إن شاء الله هالغلا شوي شوي بنزيد مشان يكون ممكن للجميع يشتروا ويتهنوا ويفرحوا نسبة العيد الأصلي بالفرح بالجميع. البازار شيء حلو، أو أحيانا بتلاقي شيء محترف، قطعة حلوة ما بتلاقي منها بالسوق، وأسعارها بتكون مقبولة، يعني كل حدا عم بيقدر يشتري منها، ويعني بتمنى يتوفق وكل